جلاله الله جل جلاله الله جل جلاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الأعزاء في هذا اللقاء الجميل المتجدد، وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يجعلكم جميعا مباركين، وأن يجعلكم جميعا في نور الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وصلت عليك ملائك الرحمن، وصار الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى التايتل هيطلع للتليفونات دلوقتي بإذن الله تعالى، ونتواصل مع بعض، نطبطب على بعض، ناخد بإيدين بعض، نساعد بعض على حل مشكلاتنا، نكون مصدر للرحمة على بعض. مش ربنا يقول في القرآن الكريم رحماء بينهم، وربنا برحمته وضع لنا منهج لو مشينا بيه هنسعد وهنكون سبب في سعادة اللي حوالينا، وهنكون مصدر لفرح الناس وأقرب الناس أهالينا الملاصقين بينا. أنا عايز أتكلم النهاردة عن الحب، والحب تحديدا ببدأه بموقف النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة خديجة أم السيدة فاطمة أم عبد الله، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجع من الغار في شدة، رجع في شدة، التقى بسيدنا جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هناخد نهلة ونكمل إن شاء الله. أهل اسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. ازاي حضرتك فضلتي؟ الله ينور قلبك بنور الله، اتفضلي. اللهم آمين يا رب. أنا عايز أقول لك إن حضرتك لك منزلة كبيرة قوي عند ربنا، وإن دعوتك مستجابة، أقسم لك بالله. إيه اللي حصل؟ نعم؟ يعني إيه اللي عرفك ده أنا عبد فقير يعني؟ لا، هو بسم الله ما شاء الله، هو فيه أولاً علامتين. أنا عارفة، أولاً بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني النور على وشك، دي أول حاجة. والله العظيم أقسم لك بجلال الله. ثاني حاجة، الدعوات اللي أنت بتدعيها لأي حد بتستجاب. اللهم آمين. اللهم آمين. المرة اللي فاتت لما قلت اللهم من أراد لمصر السوء، وقلت على الإرهابيين من أراد مصر السوء ففجعل كيده في نحره، أو حسيت عليهم كده. ثاني يوم حصل إيه؟ اتقتل خمس. صحيح. فعايزة أقول لك أنت ليك صحيح. حاجة كبيرة أوي، ليك منزلة كبيرة أوي 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 عند ربنا. اللهم آمين. أنا أطلب من حضرتك بس طلب بسيط بعد إذن معاك، ممكن؟ اتفضلي تحت أمرك. بأمانة بقى، أنا اسمي نهلة فؤاد وأمي اسمها سعاد. عايزك بس أول يوم تفطر في رمضان تدعيلي بس. طب ما أنا ممكن أدعيلك دلوقتي، لأن أنا مانيش ضامن عمري الأول يوم في رمضان. لا لا، ما توجعش قلبي. يا ربنا يديك العمر يا رب. اللهم آمين يا رب. الحاجة الثانية، في حاجة بقى في خدمة مصر. ربنا يعزك. حاضر 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 حاضر. ربنا يعزك وأشكرك جدا على الاتصال، وأسأل الله عز وجل
أن يفرج كربك ويزيل همك وغمك يا رب. طب معنا اتصال. سلام عليكم ورحمة عليكم الله. ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حبيب، أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ رضا؟ الله ينور قلبك بنور الله. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. أنا كان عندي سؤال بس كده لحضرتك. تحت أمرك. الأمر لله طبعا محضر. تعالك يا شيخ رضا، الدعوة إلى الشباب، يعني إحنا أنا بدعو برضه في أخ، أنا من الفيوم، محافظة الفيوم، بدعو برضه إيه للشباب، بس مفيش الرغبة بالتحديد من الشباب للاستماع، ان انت مثلا عشان تكلمه في الدين بيبقى الموضوع صعب. ما هو عايز حضرتك برضه تخصص مثلا حلقه من اجل الشباب دي، او من اجل هدايه الشباب للدين. هو حضرتك كلمه السر في الحوار مع الشباب ان الاسلوب نفسه، يعني مهارات التواصل وثقافه الحوار مع الشباب. يعني انا ما اخشش اقول له بقى ايه، طب تصليش ليه واخبارك ايه وانت لا انا ما بقولش كده. انا ادخل على الشاب ده اقول له سلام عليكم، اخبارك يا ابو حميد، عامل ايه النهارده؟ لا بس انت منور، نهارك فل ان شاء الله. لا بس انت لما صليت يا محمد وشك نور بجد، ربنا تمام يفتح عليك. تمام. شوف المدخل ده تدخل فيه قلبه، انما احسنت، انما خرج علينا دعاه. في ناس مش عارفين يعني كيفية الدعوة إلى الله، وفي ناس كان عندهم غتاتة، كان عندهم غلظة، وكان عندهم فظاظة، عشان كده الناس رفضوهم. إنما جميل قوي، إحنا عندنا، أنا عندي طلابي في مشارق الأرض ومغاربها، وممرنهم على مهارات التواصل وثقافة الحوار. هو المشوار الدعوة بيبقى فيه معاناة جامدة، بالتحديد في فئة الشباب دي كمان بالتحديد. بس أنا عايز ما يا حبيب قلبي، اللي شايل نور النبي وشايل نور كلام ربنا، مفيش حاجة اسمها معاناة. ده انت شايل نور، شايل بوكهات من الورد معاك، فبتقدمها للناس فالناس بتقبلها منك. حاضر يا حبيب قلبي أكلمك. حاضر، ربنا يعزك وأشكرك جدا، وأشكر يعني اهتمامك بهؤلاء الشباب، وإحنا عايزين دايما الشباب يبقى معانا مرونة وإحنا بنتكلم معه. معانا مدام جيهان. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور؟ الله ينور قلبك بنور الله. عسى أن تكون بخير يا رب. ربنا يسعدك ويعلي قدرك يا رب العالمين. ربنا يعزك يا دكتور. دكتور الحقيقة كان عندي سؤال، يعني هو خاص جدا بحلقتنا النهاردة، الحب في بيوتنا. نعم. صراحة احنا بقينا نفتقر جدا للحب والمودة والعشرة الطيبة في بيوتنا، ودايما كنت يعني بقول احنا محتاجين كبسولة صغيرة كده، ان احنا نعيد حساباتنا من اول وجديد. ويمكن ربنا يعني ادانا ابتلاء الكورونا ده علشان الناس تعيد حساباتها من اول وجديد، ولكن الناس كلها بتقول لا انا مش هعيد حساباتي، انا كويس، انا بخير. حضرتك عايز اقول يعني حضرتك توجه لهم ايه، او تقول للناس دي ايه بالظبط؟ يعني انا بصراحه يعني انا تعبت، ويمكن بقيت في مشاكل كتير قوي مع الناس دي، لان بقيت ببقى ماشيه في الشارع بحاول اكلم الناس، بحاول انصحها، بحاول اقول لها، فبقيت دايما بقتهم اني انا يعني انا الغلط وهم كلهم حاضر الصح. حاضر حاضر حاضر، ربنا يعزك ويعلي قدرك. هو طبعا كورونا او غير كورونا، الإنسان اللي بيبقى قلبه ميت بيبقى مشكلة. ولذلك كان زمان الصالحين يقولوا ليس الميت الذي مات جسده، إنما الميت الذي مات قلبه، هو ده الميت الحقيقي. وإن شاء الله احنا نذكرهم وبرضه بالبسمة وبالحكمة وما نزهقش، احنا دورنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أستاذ عمر السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا بحضرتك. انا شيخ. اتفضل يا شيخ. انا بشوف حاجات كتير في دنيتي يا شيخ. في ايه؟ بشوف حاجات وحشه بالليل وانا نايم كده. انت بتنام متوضي وبتعمل اذكار المساء؟ لا. طيب خلاص، انا عايزك هتعمل بقى الاتي، هتتوضأ رقم واحد، رقم اتنين هتنام على جنبك اليمين وتقرأ آية الكرسي، رقم ثلاثة تنام وانت بتقول ايه وانت بتسبح ربنا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لحد ما تروح في النوم. وعايزك بقى لما تصحى بقى تاني يوم تعمل اذكار الصباح، اولا تصحى تصلي وتعمل اذكار الصباح والمساء، وكلما قويت اذكارك قويت انوارك، كلما قويت اذكارك وقربك بربك تبارك وتعالى قويت انوارك، واصبحت روحك قوية
وإحنا بننتصر على الشياطين بأرواحنا القوية مش بأجسادنا، إنما بننتصر عليهم بأرواحنا القوية وبأذكارنا الربانية. فده اللي أنا عايزه منك يا حبيب قلبي، مع ألف سلامة، أشكرك جدا. الله 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 الله. طبعا إحنا يعني أختنا الفاضلة الأستاذة جيهان لما اتكلمت دلوقتي بتقول إن في ناس في غفلة، وحتى كورونا ما أثرتش فيهم. أنت عارفة أستاذة جيهان إحنا دورنا في الحياة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بس وإحنا رايحين نذكر نأمر بالمعروف بالمعروف، وحتى ننهى عن المنكر بالمعروف. ما نهاش عن المنكر يا أستاذ جيهان بمنكر، إنما أنهى عن المنكر بمعروف. الخلط اللي حصل مع الناس اللي خرجوا بالدعوة على الناس ما خرجوش ينهوا عن المعروف بمعروف، يأمروا بالمعروف بمعروف، ده خرج يأمر بالمعروف بعنف بقسوة بشدة، وده اللي خلى الناس تنفر من الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذة إيمان. إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إحنا محتاجين دلوقتي إن إحنا نتعلم فن وأسلوب اللغة. لغة الدعوة هي بأبسط الكلمات، بأسهل الكلمات، لأبسط المعاني، يعني نبسط على الناس كده. نحاول ندخل لهم من خلال عمل طيب هم بيعملوه. واحد قاسي القلب، أنا بتعامل معاه إزاي؟ اللي قاسي القلب ده أنا باجي أقوم قايل له السلام عليكم ورحمة الله، أخبارك إيه؟ هو كان مثلا من 15 سنة كان عطف على واحد مسكين، أقول له والله أنا ما انساش اليوم الجميل اللي أنت عطفت فيه على المساكين، حسيت إن في قلبك إيمان بالله سبحانه وتعالى. والله أنا ما انساش اليوم الجميل اللي أنت صالحت فيه زوجتك وكنت حنون. والله أنا ما انساش اليوم، خدت بالكم؟ نبدأ إن احنا نذكره بالحاجات الجميلة اللي في شخصيته، ونبدأ نذكره بالجمال اللي هو عمله علشان يحب الكلام اللي أنا هقوله بعد كده. حج رضا، السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا بحضرتك. الله ينور قلبك بنور الله. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. ربنا أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك ويزيل همك وغمك، أنت وكل مكروب يرانا الآن يا رب. اللهم فرج كرب كل مكروب يرانا الآن يا رب العالمين. واللي الخط يقطع معاه يحاول يكرر الاتصال. الله. الأستاذة هناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ينور قلبك بنور الله. ربنا يعزك وحضرتك بخير، والأسرة الكريمة، ومصر والأمة العربية كلها بخير، والعالم كله بخير. تفضلي. يا رب يا دكتور يا رب. بقول لحضرتك أنا نفسي بس تدعيلي، لأن أنا نفسي استمرت في الصلاة. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إن أنت تقفي بين يدي سيدك وحبيبك ومولاك، وتقفي تناجيه وتطلبي منه اللي أنت عايزاه. شوفي أنت نفسك في إيه، اطلبي من ربنا. خلي بالك وربنا بيحبك، والدليل على كده ان انت اتصلتي ومتألمه ان انت مزعلاه وبعيد عنه، ده اكبر دليل على ان انت فعلا بتحبيه ونفسك تبقي حاجه جميله ونفسك تتقربي بربنا قوي. اسال الله عز وجل ان يبارك لك في عمرك وفي حياتك. استاذ عمر، السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. يا شيخ انا بعيد عن ربنا وبعيد عن الله. دعيت ربنا؟ أنا بعيد عن ربنا. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي يا عمر، يا حبيب قلبي. تسمك عمر على اسم الفاروق حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارف يا عمر أن أنت حد جميل قوي قوي، والدليل على كده أن أنت يعني زعلان، أنت زعلان أن أنت بعيد عن ربنا، وحاسس أن أنت لازم تروح له لأن أنت بتحبه وهو بيحبك، ومنحك الصحة ومنحك العافية ومنحك الرضا ومنحك نعم كتيرة جدا. أشكرك يا عمر إن أنت ربنا
حسيته في قلبك وحسيت ان انت عايز تصالح معاه. ان شاء الله انا عايزك بقى يا عمر من النهارده امسك سبحتك الحلوه كده واقعد استغفر ربنا علشان الحاجات اللي هي ذنوبنا بتبقى يعني عامله ران على قلوبنا وعلى اجسادنا، فبنبقى عاملين زي المكتفين. الاستغفار ده بقى بيفك التكتيفه دي، فك التكتيفه بقى واقبل على الله وقوم صلي كده وان شاء الله ربنا ما يرميكش في ضيقه يا عمر. معانا الاستاذه مها، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذة مها. السلام عليكم. طيب اتصل علينا تاني. أم محمد الزرقاوي. طيب الأستاذ عزت. السلام عليكم. يا مرحبا بحضرتك. كل سنة طيب. وحضرتك طيب وبخير والأسرة الكريمة. يا رب. بقول لحضرتك أم عندها كانسر وما تنفعش الصوم. خلاص يبقى ومن كان مريضا أو على سفر. خلي بالك ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا. ربنا يقول في القرآن الكريم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بدام يا حبيب قلبي ماما مريضة، ست الكل مريضة، حاول أنت بقى إيه أن أنت تخرج عن كل يوم يعني إفطار، إفطار إن شاء الله إفطار صائم بإذن الله. أشكرك جدا، أشكرك جدا، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. أم محمد الزرقاوي. طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنيجي بقى نشوف إيه، نشوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طاقات الحب في قلوبنا، شايفين الأحاسيس الجميلة اللي هي عايزة تصطلح مع الله، اللي هي لم تجد سعادتها في البعد عن ربنا بس، بل هي وجدت سعادتها في القرب مع الله وبتحاول إن هي تقترب منه. أستاذ محمد سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بحضرتك. الله يكرمك يا شيخ رضا. والله أنا بشوفك من زمان على أيام القنوات اللي هي الدينية الثانية يعني. الله يكرمك. فعايز حضرتك بس تدعو للمسلمين في هذه الأيام يا ربنا يكف عنا هذه الغمة. يا رب يا رب. آمين. يا رب. حاضر حاضر يا حبيب قلبي. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وعن الإنسانية ككل، عن الإنسانية يا رب. اللهم ارفع عنا الوباء والغباء، مهم جدا الوباء والغلاء والغباء يا رب. معنا أستاذة نجوى. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا بحضرتك. عليكم السلام. تفضلي. أنا عندي وسواس قهري. عندك وسواس قهري. طيب خلي بالك. وعايز أعمل أفعال وحشة. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعينا بقى من التليفون، من التلفزيون. الوسواس القهري علاجه القوي جدا. انا طبعا ليا بحوث علميه في تخص علم النفس، وليا بحوث علميه حتى في الوسواس القهري الذي يخص واحد عنده وسواس قهري في علم الاداره، والثاني عنده وسواس قهري في الوضوء، والثالث عنده وسواس قهري بانه هيموت، والثالث في كلمه عليا الطلاق عنده وسواس قهري. فحاضر. فبنيجي نعمل ايه؟ كل هذه الاشياء ان شاء الله باذن الله تعالى مادام في طبيب نفسي بنعرض نفسنا عليه وبيقول ان ما عندناش مرض عضوي، يعني في نقص معين في حاجه معينه في المخ هو بيعمل لها تعويض بعلاج معين. طيب ما عندناش هذا النقص، يبقى في اذيه، نعمل لها ايه بقى؟ نشتغل في ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مره. طب ليه 100 مره؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال ذلك 100 مره نودي عليه ان هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. وناخذ الاستاذ عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عمر السلام عليكم. السلام اهلا بحضرتك يا مرحبا. الو. ايوه حبيب قلبي، انت اللي كنت بتكلمنا من شويه. ايوه. ربنا يبارك فيك يا رب. فانا عايزك بقى عمر كده ايه تكسر من الاستغفار علشان نسيح الايه الحاجات اللي اذتنا، ولما نكسر بقى من الاستغفار استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل نظره، من كل كلمه، من كل فعل، من كل رغبه حرام، من ونلجا الى الله بقلوبنا ومن اعمقنا، نروح للكريم.
واشكرك جدا يا عمر، وان شاء الله يبقى فيك الف بركه. استاذه نبيله السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ رضا؟ الله ينور قلبك بنور الله. الله يخليك، انا كنت بسمع حضرتك لما كنت بتيجي على القناه الثانيه. ربنا يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. وانا برضو باجي على القناه الثانيه كمان، القناه الثانيه المصريه وقناه الحدث السنه دي برضو عامل شويه شغل. ربنا يعزك، بس هنا الاساس ان شاء الله. انا بعزك جدا في الله، بحب اسمع كلامك، كلامك بيريح قلبي والله العظيم. ربنا يجبر قلبك ويجعلك من الصالحات، ونور حياتك انت وزوجك واولادك وحياتكم، ويجعلكم يا رب نور على نور. اشكر حضرتك جدا. اللهم صل على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ف اخونا الحبيب عمر بقى ربنا يجبر بخاطره وينور حياته. جميل قوي يا عمر، جميل قوي يا حبيب قلبي، ان انت تبقى عايز تبقى قريب من الله. قريب من الله ده احساس جميل، واحساس راقي، واحساس ما فيش بعد كده من جماله، ان انت تبقى قريب من الله سبحانه وتعالى. والنهارده بنتكلم بقى عن الحب. الراجل فينا في البيت بيبقى محتاج الى طاقات الحب، والمراه من ولادنا برضه تكون محتاجه الى طاقات الحب. الحب في البيت بينور البيت من غير ما ندفع فاتورة للكهرباء. ومعانا الأستاذ بخيت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله ينور قلبك بنور الله. ازيك يا حبيب؟ كل سنة وانت طيب. وحضرتك بخير والأسرة الكريمة بخير. الله يبارك فيك. والله أنا عايز أسألك على موضوع الصوم. أنا كان عندي جلطة وعندي الضغط وعندي قولون. نعم. فكان في الجلطه كان الدكتور قال لي ان انت ما تصومش رمضان اللي عدى. خلاص، ما دام الاطباء حددوا لك كده يبقى قدر الله، مش خد بكلام الاطباء. من السنه اللي عدت من الكلام ده. بس انت بقيت كويس دلوقتي؟ لا، انا باخد علاج الضغط لغايه دلوقتي، ولسه اصابه فيا. ولسه الاصابه فيك. طيب انا اكون شاكر جدا، اكون شاكر جدا. الدكتور اللي هو قال لك السنة اللي فاتت ما تصومش، يا ريت تراجعه وتعرفه ان انت وصلت لايه، برنامجك الصحي فيه ايه، لان اللي انت بتقوله لي ده مش فتوى شيخ، دي فتوى الدكتور. هو اللي يحدد اذا كانت صحتك جيدة يبقى هتصوم، صحتك مش جيدة يبقى ان شاء الله ربنا يجعلها جيدة ومع الايام تصوم باذن الله تعالى. ربنا يسعدك. استاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا بحضرتك، يا مرحبا، اتفضل. مدحت معاك يا دكتور. استاذ مدحت، اهلا وسهلا يا مرحبا. بصورة يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. انا اول مره اكلمك، في ريت بس اديني دقيقه، مش طالع حضرتك. اتفضل يا ابني. اول حاجه يا دكتور، انا بحييك على اللبس المصري الاصيل اللي انت لابسه ده. ما انا فلاح، انا فلاح مصري. لبس الفلاحين بتاع بلدنا ده طبعا طبعا. وخلي بالك انا بقعد باللبس ده بقابل بيه رؤساء دول، وبقابل بيه ملوك. ربنا يكرمك. ربنا يعني الاصاله تراب الارض ده له ثمن صوره تقريبا يعني. ربنا يعزك ويعلي قدرك. اتفضل يا حبيب قلبي. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا حبيب. دكتورنا ازيك؟ ربنا يسلم معاك يا حبيبي. اهلا يا حبيب قلبي، يا مرحبا. اهلا وحشنا والله. الدنيا كلها. الله يسعدك. وحشنا اكتر. ربنا يبارك في عمرك. والله وحشنا اكتر. ربنا يبارك في عمرك. تنورنا كده في البرنامج حلقه برده ان شاء الله. بما انك وحشني جدا. باذن الله يا حبيبي. كده وحشنا، طلعتك كده وانت ماسك المايك في المؤتمرات كده واحنا قاعدين بنسمع لك كده ونتعلم منك. ربنا يعزك. دايما ذاكرينك بالخير. ربنا يعزك يا حبيبي، وانت حد جميل وحد رائع وحد راقي. دمت بخير يا حبيب قلبي، وان شاء الله على تواصل باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. خدت بالكم؟ فنرجع لايه؟ نرجع للحاجه الجميله، ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم لما راجع بقى ايه، كان مع ملك واول مره يشوفه، وده مين؟ ده مع سيدنا جبريل، مش مع اي حد. فرجع النبي صلى الله عليه واله وسلم في حاله من الرعب، فدخل على السيده خديجه الزوجه وهو يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الزوجه الجميله
الحنونة العطوفة الكريمة، بنت الناس بنت الأصول، الزوجة الرائعة. قالت له إيه؟ ما قالتلوش بقول لك إيه بلاش الدخلة دي علينا بقى، أنت كل شوية تدخل علينا باللي أنت فيه ده أنت. بالعكس أخذته في قلبها وبدأت تهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم. كل زوج في الدنيا بيبقى محتاج إنه لما تبقى أعصابه مشدودة يلاقي زوجته بتطبطب عليه. مهما كبر الراجل فينا بيبقى محتاج إن حد يطبطب عليه، محتاج قلب أمه. والزوجة لما بتبقى حنونة بتبقى قلبها زي الأم، بتبقى بنفس الشكل. فقالت له، بدأت تذكره بقى بإيه؟ بكل أعماله، أعماله الجميلة اللي في حياته اللي هو بيعملها. ساعات الزوج بيبقى جاي مهموم، مهموم ومغموم من شدة الحياة وشظف العيش، فبيبقى محتاج الزوجة تقول له يا راجل ولا يهمك، اللي حصل ده إن شاء الله ربنا هيقومك على رجليك تاني، وهتكبر وهتنجح وهتحقق أهدافك وهتبقى قيمة، قيمة جميلة في الحياة. خدت بالكم؟ بيبقى الزوج في لحظة من اللحظات محتاج الكلمتين دول، مهما كبر في السن، مهما كبر بيبقى محتاج الكلام ده. ليه؟ لأن الزوجة هي مصدر الحنان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وقال لتسكنوا إليها، مش لتسكنوا عندها. طيب الحب بقى، الحب مش مادة، الراجل مش بنك والمرأة مش كومودينو في البيت، ده روحين، روحين، روحين انجذبوا لبعض في يوم من الأيام وتقبلوا بعض في يوم من الأيام وارتبطوا ببعض في يوم من الأيام، وكان عقد القران اللي هو مش حبر على ورق فقط، إنما هو كان عقد قلب على قلب وروح على روح ومشاعر على مشاعر وعواطف على عواطف وأحاسيس على أحاسيس وحلم على حلم. ولذلك أنا دايماً بعلم بناتي بقولها إذا وقعت في رجل فظ وغليظ وعنده نقص في شخصيته بيطلع عليك لأنه هو بره مش قادر يثبت رجولته مع الآخرين، حاضر، أما يجي يقولك بقى أنت ليك عندي إيه؟ أنت ليك عندي ورقة، قولي له لأ، أنا ليه عندك قلب حبك، أنا ليه عندك مشاعر أعطتها لك، أنا ليه عندك حلم كنت أنت بطله، أنا ليه عندك حب بينبض بيك، أنا ليه عندك أحاسيس جميلة ادهاني قبل ما تديني ورقة. ذكريب ده. ومعنا تليفون. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. عبد الله محمد. استاذ عبد الله اهلا، ربنا يزيدك عبوديه يا رب العالمين. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يبارك فيك، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. ربنا يعزك يا شيخ. انا عندي سؤال يا شيخ، معلش. اتفضل يا حبيبي. انا اب وطالع بتاع المعاش. انت اب؟ انا وطالع بتاع المعاش ومعاه ابن وبنت. نعم. الابن يعني عاطي شويه، هو انا مش عارف يعني ما اثرتش معاه في شيء، لكن هو ليه اخت من واحده من زوجه تانية كانت محرومه مني ومنهم. معلش انا هطول عليك في السؤال. اتفضل. البنت دي كانت عايشه بعيد عني وكانت متزوجت بعيد عني، فلما الناس اللي كانوا ربنا جعلهم سبب ليهم يعني اتوفوا، فجوزها بهدلها وطلقها. دي اختهم من ابوهم، معايا اتنين هنا وهي اختهم من ابوهم. فالبنت التجأت ليا وانا كنت مقصر وده صله رحمي. فجبت محمد وقلت له عايز اجيب اختك، والام نفر. فالمهم انا رحت جبت بنتي وقعدت معايا وجايه هي مبسوطه مش عايزه مني حاجه، ومعاها اربع اولاد وطلقت من جوزها. فالولد اعطيني يعني. فانا مش عارف يعني هي هنيتها معاهم مش عايزه حاجه غير الهنيه، وهو نفرها هو واخته. طيب حاضر حاضر حاضر، هرد عليك يا حبيب قلبي. رقم واحد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك في ابننا محمد ده ويكون الراجل. يعني يا محمد الراجل في العلاقات الاسريه يعني ما يسيبش لحمه يتهان، الراجل هو اللي ما يسيبش لحمه ايه يتهان،
لأنه راجل. إنما الراجل اللي يلاقي أخته انفصلت من زوجها وخلاص بقى يسيبها تترمى في الشارع، يبقى ده بيتكتب في البطاقة راجل، إنما أفعاله في الواقع محتاجة رجولة. زائد فين البر بهذا الأب؟ مش أنت بر بأبيك؟ وخلي بالك يا محمد، خلي بالك، ما حدش ضامن الزمن فيه إيه، والله ممكن تتكتب على بنتك. ترضى محمد لو ده كتب على بنتك في يوم من الأيام؟ ترضى محمد إن أخوها ما يرضاش يدخلها البيت؟ ترضى يا محمد تسيب أختك وهي في هذه المرحلة يعني القاسية، وتسيبها ومعها 4 أولاد، تسيبهم كده مشردين؟ هو ده الإيمان؟ هو ده رضا ربنا؟ هو ده القرب بربنا؟ أنت بقى حاضر. طب ناخد الأستاذ رضا ونرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا ينور قلبك بنور الله. دقيقتين. طب اتفضل. عندي مشكلة جامدة. طيب طيب خد تليفوني من الكنترول وإن شاء الله نتواصل مع بعض بإذن الله. فأنا عايز بقى محمد، يعني أنا الدكتور رضا طعيمة بيكلمك دلوقتي من قلبي، واعتبرني أخوك الكبير، اعتبرني والدك. أختك دي يعني ضناك، أختك سواء من الأب أو مش من الأب، دي ضناك، دي حبيبتك، ما تترماش، دي تحافظ عليها وباللغة المصرية تحاجة عليها. وإنت ربنا يساعدك ويساعدها. أبوها دلوقتي بيقول هي مش عايزة مننا حاجة. أنا عايز بقى الأب الجميل ده يفهم ابننا ده ويعلمه ان لازم ان هو يبقى حنون، ولازم ان هو يبقى هو، انت اللي هتخاف على لحمك، لان دي لحمك، دي في الاخر هيتقال دي اخت فلان. لو اتهانت في الدنيا هيتقال دي اخت فلان. حتى لو اتأذت في الدنيا قولوا امال اخوها ده لازمته ايه. فانا عايزك بقى ربنا تبارك وتعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. مهم جدا جدا ان احنا نفعل الخير. انت بس ايه، حاول ايها الاب ان انت تقول لاخته على فكره ده اخوك بيحبك، وتاخد منها وتروح تقول له على فكره ده اختك دي كانت بتدعي لك امبارح وبتقول الهي ما يحرمني منه، ده اخويا وسندي وظهري. خليك بقى انت سفير للاتنين، اوعى تروح تقول لها ده اخوك رافضك، ولا تروح تقول لاخوها على فكره انت كذا كذا. لا، خليك سفير حب، وان شاء الله باذن الله اسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلبهم، وأن يسعد بنتنا دي، وأن يردها إلى زوجها رداً جميلاً يا رب العالمين. معنا اتصال. سلام عليكم. الله، معنا اتصال. سلام عليكم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنيجي بقى نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجع بيقول زملوني. ما قالتلوش بقى انت هتخش علينا الدخله دي، انا ما عدتش طايقه البيت، انا ما اطلاقا. انما بدات تضمض فيه وتهدي فيه. اي راجل بيبقى محتاج كده. احنا النهارده بدات هي تذكر سيدنا خديجه، بدات تذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له انك لا تصل الرحم، انك لا تصل الرحم. بتفكروا ان هو كان بيصل الرحم؟ وبعدين ايه، ويعني ويساعد المعدوم اللي مش لاقي حاجه، اللي مش لاقي لا ياكل ولا يشرب. وبدات تذكره بمواقف، المواقف الجميله جدا في حياته. اي زوج بيبقى محتاج من الزوجه كده، انا ما انساش في اليوم الفلاني اللي انت وقفت فيه جنب كذا، انا ما انساش في اليوم الفلاني اللي انت بنيت فيه كذا، انا ما انساش. لما يجي لك زوجك وعنده بعض الانهيارات في حياته، ما تدوسيش عليه، ما تغطسهوش، تغرقيه، خدي بإيده. أنت مصدر الحنان، أقل كلمة منك ممكن تخلي بيتك ينور وحياتك تنور. خلي فيكي أمومة مع زوجك، حنان. شوفي ابنك لما بيقع أنت بتسنديه علشان يقف، يقع تاني بتسنديه عشان يقف، لحد ما بيقف وبيكون حاجة جميلة جدا في الحياة. هو ده اللي أنا عايزه من حضراتكم، كوني زي السيدة خديجة في الحب، وانت خليك زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. معنا الأستاذ وليد. سلام عليكم. أستاذ وليد سلام عليكم. بإذن الله. فإحنا نيجي خليك زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
الحكاية مش صعبة يا جماعة. إحنا سنة النبي ما أسهلها، وصفات النبي ما أسهلها وأروعها، لو تحلينا بهذه الأخلاق الكريمة وهذه الصفات الكريمة، صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنكون أسعد ناس وهنسعد الناس اللي إحنا معهم. وبعدين أنا عايزك كراجل لا نذهب نروي حدائق الآخرين ونسيب البستان عندنا بلا ارتواء، إنما نحرص إن إحنا نروي حياتنا ونروي بيوتنا، نرويها بالكلمات الطيبة، بالعطاء، بالكرم، نرويها بكل معنى جميل. يبقى أنا دلوقتي محتاج إن أنا أجدد الحب في البيت، أجدد الحب في البيت إن أنا بعت رسالة دلوقتي لزوجتي أقول لها حبيبة قلبي وحشتيني، ربنا ما يحرمنيش منك، ولو قاعدة جنبك ابتسم لها بسمة جميلة كده وقول لها أجمل عينين، أجمل وجه، أجمل شعر، كلمها عن جمالها، كلمها عن جمالها، وأنت كلميه ربنا ما يحرمنيش منك، أنت أماني وأنت ظهري وأنت حبيبي وأنت بولادي. الكلمات الحلوة دي جميل قوي قوي، إن إحنا في دنيانا نخرج أجمل ما فينا لبعضنا، نخرج أجمل ما فينا لبعضنا. في ناس تانية فاهمة إن الجواز لأ، خرج أقبح ما فيك لبراتك علشان كذا، بالعكس كلما زاد حنانك في البيت زاد أمانك، يعني زاد حبك. ومعانا اتصال، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أستاذ أحمد، يا مرحبا. الله يبارك لك، أنا سعيد جدا إن أنا كلمت حضرتك يا مولانا. الله يسعدك ويبارك في عمرك يا رب. وسعيد إن أنا كلمت قناة الصحة والجمال، لأن ناس محترمة جدا بصراحة. ربنا يسعدك. كل سنة وأنتم كلكم طيبين. وحضرتك بخير. وكلكم طيبين. سلم لي على الأسرة وعلى كل أهل البلد وعلى كل حبايبي. والله بيسلموا على حضرتك. الله يكرمك. الله يبارك في حضرتك يا رب. كلكم ناس أنا ما شفتش برنامج زي حضرتك ولا البرامج اللي بتيجي على الصحة والجمال. ربنا يسعدك ويعلي لقدرك، وإن شاء الله إحنا على تواصل. أشكرك جدا يا حبيب قلبي، ربنا يسعدك. فنيجي نشوف بقى حبيب قلبي، بتبقى محتاجة منك كلمة بحبك. كنت بتكلم، كنت في مرة في محاضرة، وبعدين لأن أنا بدرس إعداد قادة ومهارات تواصل ثقافة حوار، وبدرس مهارات تطوير المعلمين والإداريين، وبدرس إعداد في حاجة اسمها علوم القيادة والاتزان لرؤساء الدول، بدرس يعني حاجات غير الدين، حاجة تخص علوم التنمية. طب ناخد علوم الأستاذ محمد ونرجع تاني. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. يا مرحبا يا حبيب، أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك، أخبارك إيه؟ ربنا يسعدك. حضرتك أنا من دمياط. اهلا وسهلا بأهل دمياط حبايبي. الله يعز حضرتك. انا بس حضرتك ممكن بس استفسار بس بسيط، بس بعيد عن الحلقه اتكلم بس حضرتك في حاجه بس كده بسيطه. طيب في الحلقه ولا خارج الحلقه؟ لا هي حاجه بس بسيطه، انا بس عايزك بس اللي انت توجهها بس في حكايه بس بالنسبه بس للمساجد بس. حاضر حاضر هكلمك. حاضر، ربنا يسعدك ويعلي قدرك. احنا بنرتبط. حاضر، بنرتبط بكلمات ولي الأمر، وهنشوف مولانا شيخ الأزهر هيقول إيه، وهنشوف وزارة الأوقاف هتقول إيه، وبناء على كده هنلتزم، لأن إحنا يعني ولاة الأمر عندنا ناس مسلمين وبيخافوا علينا. ومعنا الأستاذة مها. سلام عليكم ورحمة الله. ألو. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، الله ينور قلبك بنور الله. انا مها اخت محمد اللي كان بابا بيكلم ابوه ويكلمك دلوقتي. انا مها اللي معايا اربع اولاد ومنفصله عايشه مع والدي. اتفضلي يا بنتي، اتفضلي. وانا حضرتك انا اصلا طول حياتي محرومه من والدي ومش عايشه معاه اصلا، وكنت عايشه مع والدتي في بني سويف، وفجأة يعني لما انفصلت وحصلت ظروف انا ما انفصلتش، ما لقيتش حد يقف جنبي اصلا. انا كان معايا جوزي، كان صعب قوي، الحمد لله يعني ربنا حصل ان انا انفصلت والحمد لله. لما وصلت وجيت اتواصل بوالدي واخواتي، اخويا رفضني، قال لي لو بيني وبين الجنه انت انا هدخل النار، اعوذ بالله، هدخل الجنه اللي فيها انت. اعوذ بالله. ليه يا محمد انا عملت لك ايه؟ طب ليه انا؟ لا انت جايه ليه دلوقتي وجاي عايزه مننا ايه؟ رغم ان هما اخواتي عايشين مع والدتهم وسايبين والدي عايش لوحده بقاله 18 سنه. يعني انا والدي كان عايش من غيرهم. كان هو والدي طالع على المعاش، كان بيعمل عمليات ويروح للدكتور، وطول حياته تعبان وعايش من غيرهم. فانا لما جيت احتضنني
وطلب من اخواتي ان هم يقفوا جنبي، قال لي لو بيني وبين الجنه انت لا انا هدخل النار ومش هدخل الجنه اللي فيها انت خالص. طيب. رغم ان انا مش عايزه حاجه من الدنيا، بس انا دلوقتي يعني خلاص كان ربنا نفسك يخلي لي والده ويبارك لي فيه، بس املي في الدنيا. كان نفسك، كان نفسك اخوك ده يعمل معاكي ايه؟ ايه؟ كان نفسك اخوك ده يعمل معاكي ايه؟ مش عاوزه منه حاجه غير ان انا اكون ليا اهل، انا طول حياتي عايشه ومحرومه ان انا اكون ليا اهل وظهر. انا كنت عايشه مع والدتي، ووالدتي توفت وكانت مش هي اللي مربياني، لا كانت في ناس ثانيه محرومه من الاطفال. حاضر 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 هجاوبك يا بنتي. حاضر حاضر. ناخد أم ياسين وبعدين نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور علي. رضا أهلا وسهلا بحضرتك يا مرحبا. نور الشاشة يا دكتور، وعايزينك تدعي لنا كتير. أنت دعاء حضرتك ما شاء الله ناس كتير بتتكلم عنه، وعايزين الطلة الحلوة دي لو سمحت بقى في رمضان. حاضر حاضر. ولا في حاجة زيادة؟ لا إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعمل حاجات حلوة في رمضان برضو بإذن الله تعالى، بس ما عدتش هظهر بالجلابية البلدي خلاص، يعني هي مرة كده. ربنا يسعدك ويعلي قدرك وأشكرك جدا جدا أم ياسين، وبإذن الله على تواصل. ناخد الأستاذ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ، ازاي اخبارك؟ اهلا بحضرتك يا مرحبا يا حبيبي. احلى حاجه يا شيخ جلابيه والله. ربنا يسعدك. محمود من الاقصر والله وبحييك. ربنا يعزك. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك. حضرتك طالب منك بس دعوه حلوه كده من عند حضرتك، ربنا يفك عنا الغمه اللي احنا فيها. اللهم امين. اللهم امين. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء. وادعي ربنا يخليك، وعايز دعوه حلوه كده للوالده ربنا يخليها لي كده. ربنا يخلي لك ست الكل. بوس ايديها، بوس ايديها. والله دي ست الكل. انت عارف يعني ربنا يخليها. انا كنت بخلص الحلقه في التلفزيون ايام زمان، وكنت اروح لامي وهي نايمه اقعد ابوس في رجليها وصوابع رجليها كده. احنا ملناش غير امنا. ايوه الله يفتح عليك. هو كده حضرتك كده جميله. ربنا يسعدك يا حبيب قلبي. ربنا يسعدك. ربنا يخليك. الف سلامه. في امان الله. الله يكرمك. هو حاضر. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام محمد الزرقاوي. أم محمد. طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو طبعا الكلام اللي قالته. حاضر أستاذ جمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا أستاذ جمعة. معلش يا دكتور أنا آسف، يعني أنا عايز حضرتك سؤال كده شخصي وإمكاني. طيب معلش أنا آسف يعني. طيب ممكن حضرتك تواصل معاه في التليفون، خد رقمي ونتكلم مع بعض بإذن الله. ربنا يسعدك ويبارك لي فيك يا حبيب قلبي يا رب العالمين. احنا يعني بركة الدعاء، خلي بالكم الدعاء له أسراره وله أنواره وله تجلياته. وناخد أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا مرحبا. لو سمحت أنا بس صوت حضرتك مش واضح. معاكي ايه من ثلاث سنين؟ طيب اتفضلي. يعني الصوت مش واضح. ام منى من اسوان، اهل اسوان حبايب قلبي. ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ، اخبار حضرتك ايه؟ الله يسعدك ويعلي قدرك ويبارك في اهل اسوان اولياء الله الصالحين. الله يبارك لك يا رب يا رب. ربنا يبارك لك يا رب يا رب. بصي يا شيخ معلش انا كنت عايز اسالك على حاجه. الله يبارك لك. تحت امرك. انا على طول على طول في مشاكل مع جوزي على طول يعني، فكنت عايزه تدعي لي دعوه حلوه. عارف ما جيتش احس يعني الايام طعم، ولا حياتي كلها ولا رمضان يعني، ولا ايام ولا صلاه ولا حاجه، حياتي كلها بقت مش حاسه لاي طاعه طعم. لا لا ان شاء الله تحس باذن الله تعالى. ربنا يبارك لك وينور حياتك انت وزوجك، وتكوني من تكونوا من السعداء. عايزك بقى تبخروا البيت، تغيروا روائح البيت، وتفتحوا شبابيك البيت، وتجددوا الشمس، وتجددوا طاقة البيت. ده رقم واحد. رقم اتنين، شغلوا إذاعة القرآن الكريم، شغلوا سورة البقرة، اتكلموا في الكلام اللي انتوا اللي بيفرحكم، ذكروا بعض بأجمل اللحظات اللي كانت في حياتكم، يوم ما جه ابنكم، يوم ما جت بنتكم، يوم ما اتجوزتم، يوم ما عملتوا عمرة، يوم ما نجح أولادكم.
وهناخد الاستاذ محمد وان شاء الله موفقه واكثره من ذكر الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا مرحبا. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. ربنا يسعدك ويعلي قدرك يا استاذ محمد. دعواتك لينا بقى يا دكتور، دعواتك. ربنا يحفظك وينجيك وينصرك ويحمي بلادنا ويحمي الامه كلها. اللهم امين. يا رب يا رب يا رب. باذن الله موفق يا استاذ محمد وربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. نرجع ام محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. اهلا بحضرتك يا مرحبا. لو سمحت عندي سؤال. اتفضلي. انا قاعده لوحدي وابني كل سنه بيجي يفطر معايا هو ومراته وولادي. نعم. السنه دي يعني هي كل سنه بتعمل مشكله كده ما بترضاش تيجي. هي السنه دي هي مش عايزه تيجي وهو بتضوحها. لا اله الا الله. ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني ادعي لها، ادعي لها ويعني قولي لها انت لو امك في الموقف اللي انا فيه ده كنت تتمني ان ابني يمنعك انك تروحي لامك؟ قولي لها. وانا ذكريها بالله، ذكريها بالله وندعي لها. بس لا مانع ان حضرتك حتى لو اتصلت عليها بالتليفون قولي لها يا ضنايا انا بحبك وبحب ولادك وانت عارفه ان احنا اخترناكي وتقدمنا وجوزناكي لابني، ابني فلزه كبدي، ابني اللي انا ربيته وخليته عريسه زي القمر وقدمته لك تتجوزيه. ما تعاقبنيش ان انا اديتك الهديه الحلوه دي، بل تعالي اشكريني قولي لي اشكرك يا ماما ان انت اديتيني الهديه الحلوه دي. مش تعاقبيني انك تعلمي ابني الجفاء وتحرميني ان انا اتساعد بضنايا وانا على قيد الحياه وتحرمي ابني ان يبقى بر بيا. ايها الابن الجميل، ست الحلوين، ست الكل دي ما تتسابش في رمضان. ست الكل دي لازم تفطر معاها وتكلم. لو الموضوع هيوصل انك تكلم حماك وحماتك تقول لهم انا عايز اروح لامي وعايز اخدها معايا وهي مش راضيه تيجي ان هي تفطر مع امي اللي هي لوحدها. واقول له يا حمايا انا لو انت في موقفك ده انا ما كنتش اقبل ان انا امنعها عنك. ليه بتحرمني ان انا اكون مع امي؟ ليه بتحرمني ان انا اكون بر بامي؟ ليه تحرمني ان انا اكون انسان من الصالحين؟ وقولي لها يا بنتي كان الزمان ست ام فتحيه تقول عين على الرفوف للي على الكتوف. يعني اللي انت هتعمله ان شاء الله عايزين عين على الرفوف للي على الكتوف. كانت ست ام فتحيه تقول كده. يعني ايه اللي احنا هنعمله هنا هو اللي هيقابلنا. هل تقبلي ان بنتك في يوم من الايام يلي بتحرمي جوزك من امه الوحيده، هل تقبلي ان بنتك لما تكبري مرات ابنك بقى تحرم ابنك ان يجي يزورك لما تكوني وحيده؟ انت ضمن عمرك، انت عارفه الايام هيبقى فيها ايه. حاولي تتصالحي مع ربنا سبحانه وتعالى. ذكريها ايتها الام الفاضله، قولي لها اهلا بيك يا بنتي، ده انا بفرح بوجودك، ده انت كفايه ان انت مرات ابني حبيبي. وقولي لها كلمتين حلوين من اللي زي السكر دول وربنا يسعدك وما يكسر بخاطركم ابدا. طبعا بقى بنتنا الفاضله بقى اللي الدنيا لطشت معاها، بنتنا دي اللي اتضربت قلم من الدنيا في كل مكان، اتضربت قلم في حياتها من في بدايه حياتها من الاب وبعد كده الام وبعد كده الزوج وبعد كده في عودتها الابن يقول ده هي اخوها، يقول ده هي لو هتوديني الجنه. بس اخوها ده قاسي ليه قوي كده؟ الواد ده قلبه جامد قوي، ليه كده؟ ايه اللي موصله للمرحله دي؟ ده الشيطان ساعات بيقول يعني بيكلم ربنا بيقول له لا اغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فكان مؤدب مع الصالحين، الشيطان كان مؤدب مع الصالحين، قال لربنا الا عبادك منهم المخلصين، دول انا ما اقدرش عليهم. فازاي انت بهذه القسوه وهذه الشده؟ انا اتمنى بقى من الاب ان يذكر الولد ده بربنا ويذكره باخرته ويقول له اللي انت هتعمله وهتكرم بيه لحمنا ده هو ده اللي هيعود لك في طريقك ويعود لاولادك. وما تبقاش قاسي القلب، لان الله تبارك وتعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانت يا بنتي بقى عليك ان انت تحافظي على صلاتك وعلى قرانك واهتمي بتربيه ولادك، احنا في زمن صعب. وعليك انت ايها الاب حط بنتك دي في عينيك ما تتنازلش عنها، وحاول لو في صلح وانها ترجع لجوزها. اذا جوزها جالك نادم وقال لك قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله اللي جت على قد كده، انا عايز مراتي وعايز ولادي وربنا ما يحرمناش منهم، لا مانع ان هي ترجع وتروح تودها وتزورها. وربنا يهدي اخوها ده، لان اخوها ده يعني هدعي له النهارده قوي قوي قوي، لان كسر القلوب انا ما بحبش كسره القلوب ابدا.
كسرت القلوب. كان زمان بزعل من المشايخ اللي الناس كانت تتصل عليها فيبدأ يهاجم الناس. يا سيدي الناس دي دفعت فلوس على ما توصل لك، الناس دي مهتمة بإن هي توصل، ما تكسرش بخاطر حد، طبطب على الناس، كل الناس مجاريح. ربنا يسعدكم ويعلي قدركم. فنرجع بقى إلى العلاقات الزوجية الناجحة، الحب، الحب في البيت. وإحنا دلوقتي برضو هنقول إن الدعاء اللي قالت إن مواسين قالت نهتم بالدعاء، وفعلا الدعاء له أسراره وله أنواره. الله تبارك وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ويقول في الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أي حد فينا عنده هموم، عنده شدة، عنده شظف من العيش، عنده مرض، عنده أي حاجة، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويقول له: ماليش إلا أنت، أنت حبيبي، أنت ربي، أنت سيدي ومولاي. وتقول لربنا، تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تفرج كربي، أن ترزقني عمل، أن ترزقني بيتا، أن ترزقني اللي عايز زوجة يقول، اللي عايز عيل يقول، اللي عايز جوزها ربنا يحنن قلبه عليها تقول، اللي عايز زوجته تنصلح كما قال تعالى: فأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة. ومدام صحر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله ينور قلبك. منور والله قناة الصحة والجمال. ربنا يعزك. أنا متابعتك من فترة طويلة جدا، وأول ما شفتك وفتحت القناة كده وشفتك انبسطت جدا جدا. ربنا يعزك ويعلي قدرك ويجعلنا كده مصدر للخير والنور في الأرض والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم. اتفضلي. أنا كنت ليا حضرتك سؤال بس كده بسيط. اتفضلي. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول لنا: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. هل الذكر ده يعني متوقف على القرآن بس، ولا ذكر الله في حد ذاته، الصلاة على الرسول، الاستغفار؟ يعني صحيح. أنا بحفظ القرآن، فأوقات أسيبه عشان أقعد أذكر ربنا مثلا بذكر معين، مثلا بالصلاة على الرسول أو الاستغفار. نعم. أو لا. نعم. إله إلا. نعم. الله. نعم. هو حضرتك حاضر، هجاوبك. رقم واحد، إن ذكر الله مطلق، قد يكون ذكر الله قرآن، وقد يكون ذكر الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول هو ذكر الله صلاة على النبي إزاي؟ مش أنت في بداية الصلاة بتقول اللهم صلي، فأنت ذكرت الله تبارك وتعالى في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة على النبي ذكر لله، والصلاة على النبي دي اللي ربنا أمر بيها، ودي اللي ربنا حبها، ودي اللي ربنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بعد كده عندنا أنواع بقى. أنت حضرتك بدم بتقرأ القرآن وليك ورد، اهتم بوردك جدا جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين، امسكي بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. طب عايزة تخليها 1000 مرة، توكل على الله. صلاة على النبي، عايزة تقول اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب، عايزة تقولي 100، عايزة تقولي 1000، عايزة تقولي 1000000، انطلقي، لا أحد يحجر عليكي. وجميل قوي ان انت تكوني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كما قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. من اللي اعد الله لمين؟ للذاكرين. ما اروع ان نكون من الذاكرين المقبلين على رب العالمين بقلوب راضيه والسنه ذاكره لله تبارك وتعالى. واشكرك جدا، ولا تنسيني من صالح الدعاء. والله انا في حاجه لدعاء من حضرتك، والله لا تنسيني من صالح الدعاء لي ولكل حضرات السادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. أستاذ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. فضل. والله أنا بقالي 12 سنة أنا سايبه بيعملوا سحر عند ساحر، ودمروا له أخواتي بالسحر، العيلة كلها اتدمرت. لا حول ولا قوة. بقالي 9 سنين متدمر بالسحر. أنت حضرتك بتصلي؟ حضرتك بتصلي؟ الحمد لله. أنا دلوقتي متكسر، العيلة كلها ساحر سفلي، وعملت محاضر واتقبض على واحد وولع في بيتنا بطريقة جن. طب حاضر، هجاوبك حاضر. ربنا يسعدك ويعلي قدرك، ربنا ينصرك. حافظ على قراءة سورة البقرة، حافظ على قراءة سورة الصفات وبصوت عالي، شغل القرآن في بيتك، وانت هم بالقرب إلى ربك. فمهما كانت حينما تقوى روحك مع الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد عليك. ربنا يعزك. وفي مشايخ من أهل الله اللي هم الناس المنورين اللي هم بيبقوا يظهروا مثلا على القنوات الجميلة اللي زي دي، اتكلم معاهم وإن شاء الله تواصل معاهم. أستاذ محمد، سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد،
اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا مرحبا. دكتور رضا. أهلا بحضرتك يا مرحبا. الله يخليك. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال كده. فضل. هو صراحة يعني أنا بصوم تطوع لله. نعم. وبعدين لما بتمضمض وانا بتوضى يعني بيبقى فيه باق من الميه بتضش يعني في بقي. انت قاصدها؟ ايه؟ انت قاصد ان الميه دي تدخل ولا غصب عنك؟ لا بتفضل في بقي يعني. لا شيء عليك. ليه بقى؟ لان انت يا حبيب قلبي لا تقصد ان انت تبلع الميه ولا تقصد ان الماء يظل في فمك، فربنا يعزك ولا قدر. لا 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 ما تخافش، صوم وتوكل على الله. بس انا عايزك في الايام اللي احنا فيها دي اتمضمض بميه دافيه بدرجه 30، لان الميه الدافيه بتقتل الفيروسات، واي فيروسات عالقه في الحنجره الميه الدافيه بتقتلها. وربنا يا ابني يحميك، وما دام بنتوضى 5 مرات بالميه اللي هي الدافيه دي اللي هي 30% درجه دي بنتمضمض وبنستنشق، واوى ان شاء الله ما فيش فيروسات ولا حاجه تقرب مننا باذن الله تعالى. ربنا يسعدكم ويعلي قدركم. نعود بقى ان ام ياسين قالت الدعاء والاستاذه الفاضله قالت الذكر، فمهم جدا جدا ان احنا نرتبط بالدعاء ونتواصل مع الدعاء ونتحصن ونعتصم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. جميل انني اعتصم بربي وساوي الى ركن رشيد شديد، والركن الشديد عندي هو الله. خدت بال حضراتكم؟ وجميل قوي ان انت تبقى طالب في طب تجتهد وانت بتذاكر تذكر ربنا، وانت شغال مدير عام وانت شغال وزير وانت شغال اي حاجه تبقى من الذين يحافظون على اذكار الصباح والمساء، من اللي بيحافظوا على جزء من القران الكريم. والله انا اعرف ناس في قيادات مهمه جدا 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 يحافظون على جزء القران ولا يتنازلون ابدا عنه رغم مناصبهم العاليه، ولا يتنازلون عن اذكار الصباح والمساء ابدا. ربنا يبارك لهم ونور حياتهم ويجعلهم مصدر للأمن والأمان والخير لبلادهم يا رب العالمين. فمهم جدا إن احنا نهتم بقى بالدعاء، إن احنا دايما نتضرع إلى الله ونلجأ إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ في حد غير ربنا هيجيب المضطر؟ لا والله. يبقى إذن أنا كإنسان علي أن ألجأ إلى الله وأفزع إلى الله وأتوب إلى الله وأندم مهما حصل، أندم وأعود إلى الله تبارك وتعالى، وادعي ربنا بقلبي أقول له توب علي، ساعدني، نور لي طريقي، نور لي حياتي، أجبر بخطري، ما ترمينيش في ضيقة، وأكلم ربنا من قلبي. أصل أنا عبد وضعيف ومليش إلا بابه، وهو اسمه الرحمن الرحيم التواب الكريم، اسمه الغفور. أنا ألجأ إليه أقول له: يا غفور يا تواب يا كريم يا رحمن يا رحيم، خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك، ومن قلبي وما مثلش مع ربنا، وحاول أعيش بكلي وأنا بناجي ربنا سبحانه وتعالى. أختنا بقى الفاضلة الرائعة الذاكرة لله تبارك وتعالى: أكسري بقى من ذكر الله تبارك وتعالى، أعملي لنفسك ورد. خديه بقى بالتدريج، الأول استغفار وبعد كده اشتغلي في لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وناخد الحاج شعبان واكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام. اهلا ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا شيخ رضا. الله ينور قلبك بنور الله. يا حالك انت منور الشاشه والله. ربنا يسعدك، ربنا ينور قلوبنا، ربنا يبارك في عمرك. عندي سؤال. عندي اتفضل. عندي سؤال. عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. المرض يعني قيام الليل. نعم. هي طبعا قيام الليل بيبدأ حضرتك بيبدأ مثلا من الساعة 12، يعني بيبدأ من الساعة 12 وانت نازل كده قيام الليل. كم ركعة لو هو قيام الليل بقى مطلق، لو عايز تصلي ركعتين، عايز تصلي 100، عايز تصلي 1000، مطلق انت مع الله في حال من القرب. وبعدين الأصل في قيام الليل ان هو بيبدأ بعد العشاء إلى صلاة الفجر، اي صلاه بعد العشاء فهي قيام ليل لله تبارك وتعالى. بس جميل قوي ان هي تبقى في الثلث الاخير، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل في الثلث الاخير ويقول: هل من سائل فاعطيه، هل من داعي فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له.
الله، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. وربنا يزكي ويقول والمستغفرين بالأسحار، ويقول وبالأسحار هم يستغفرون. فمهم جدا جدا أن احنا نبقى في هذه الأنوار وهذه التجليات النورانية الربانية التي تسعد القلوب بقربنا بعلام الغيوب تبارك وتعالى. يبقى بقى إن شاء الله بإذن الله تعالى، وإنت بقى شغال في حال القرب مع الله تبارك وتعالى في قيام الليل، واسجد واقترب، اطلب من ربنا كل اللي انت عايزه وانت قريب منه في سجودك. قل له: سيدي وربي ومولاي وحبيبي، انا العبد الضعيف المسكين، جئت الى عظمتك، الى كبريائك، الى رحمتك، الى عطائك، الى غناك، جئت فلا تردني يا ارحم الراحمين. ومعانا ام مريم. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام مريم. اتفضلي. عايزه اتكلم عن موضوع الحلقه، وعايزه اطلب منك بس طلبين. اتفضلي. اولا تدعي لاخويا الوحيد، كان ميت من 7 سنين، وكان بر جدا بامه وابوه، وربنا يرحمه يا رب. اللهم ارحمه. وكان فنان قوي قوي قوي، اخونا الوحيد، وكان فنان علينا احنا 4 بنات. يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيب قلبي. كان اسمه ايه؟ محمد شطا. حبيب قلبي محمد شطا، اسال الله عز وجل ان يسكنك فسيح جناتي يا محمد. اللهم ادخل له هذا الدعاء الان باطباق من نور مع الملائكه يا رب العالمين. اللهم نور له في قبره، واجعله له، واجعل قبره مزارا لملائكه الرحمه، اي تتنزل عليه ملائكه الرحمه يا رب العالمين، يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، هو وكل امواتنا يا رب. حاجه زينب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، يا مرحبا. اهلا بيك. دكتور رضا. دكتور رضا معاك، اتفضلي. اهلا بيك يا دكتور رضا. اتفضلي. والله دكتور رضا انا تعبانه وست كبيره، وبرده قاعده لوحدي، وتملي يعني ايه، بحب اقضي ربنا قوي، بس في الصلاه تملي بتلخبط، واصلي مثلا ايه مره واثنين، والصلاه بحس ان هو كده ربنا تعلم مني ان انا مش بصلي كويس. فانا دلوقتي عايزه يعني اعرف اعمل ايه، في اني بنسى جامد، عشان انا عيانه دماغي، يعني دماغي عندي تعب يعني. عايزه اعرف انا دلوقتي الصلاه بتاعي دلوقتي. حاضر. اعمل ايه؟ اصلي وانا بنسى كده؟ حاضر. لا صلي إيه صلي كده، ما توقفيش، صلي. حاضر. ما انا بصلي، انا بصلي مستخسر. هكمل مع حضرتك. انا زعلانه من نفسي ان انا بنسى في الصلاه جامد. ربنا يجبر بخاطرك. زعلانه من نفسي، وزعلانه من نفسي ان انا يعني تعبانه على طول كده، ونفسي ابقى احسن من كده. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك وينور حياتك ويبارك في عمرك، ويجعلك نور على نور، ويبارك لك في صحتك وفي حياتك وفي اولادك، ويبارك لك في ذكرك، ويبارك لك في قربك بربك. اللهم اني اسالك يا بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، ان تبارك لها في حياتها يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. عايزك بقى يا ست الكل، جددي الوضوء، جددي الوضوء، وانت وضوءك متجدد ما تنشفهوش، سيبي الوضوء على اعضائك، وانت متوضئه ادخلي في الصلاه على طول، وانت جسمك عليه الوضوء، اوعي ينشف، لان ان شاء الله باذن الله تعالى بركه الوضوء ده له اسرار، وان شاء الله باذن الله تعالى ببركه الماء اللي هو جرى على الاعضاء ده وزي ما هو ان شاء الله. معانا ام احمد، سلام عليكم. ام احمد سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. فالمهم ان ربنا يسعدك كده ويبارك في عمرك، ما تسيبيش الصلاه، اوعي، لان الصلاه دي بتدينا بقى طاقه نورانيه وطاقه روحيه وطاقه قرب مع الله تبارك وتعالى، وبتدينا حال من الانس مع الله تبارك وتعالى، بتجيب لنا علم، وبتجيب لنا طمانينه، وبتجيب لنا حاجات حلوه قوي. طب الشيطان عايز ايه؟ الشيطان مش عايزنا نبقى كده. الشيطان عايز لما يجي رايح يوم القيامة، عايز ان هو ما يروحش لوحده، عايز ياخدنا معاه. فنحاول نجتهد ان احنا نبقى من المستغفرين، ونجتهد ان نكون على طاعة. معانا ام مريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسفة ان الخط قطع. لا تحت امرك، اتفضلي. عايزك كده لجوزي في غربة، وهو ده الحب والحنان والامان، وهو ظهري وهو سندي وهو كل حاجة ليا في الدنيا. الله. انا ماليش الا هو بعد ربنا. الله الله الله. بتدعي له وانت ساجدة؟ بدعي له في كل وقت يا رب يحنن عليه الارض اللي ماشي عليها. الله الله، سامعين الدعاء الجميل ده، يحنن عليه الارض اللي بيمشي عليها، يخلي الارض حنونة يا رب.
رب ده روحي، هو روحي جوزي ده روحي، بيعينه عادل يا رب يرزقه اللهم ويفك دقتهم ويرجعه لي من غربته سالم غانم يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين، يرجعه لك سالم غانم يا رب، وربنا يا رب يسعدك ويسعده ويسعدكم جميعا، ويا رب ما يفرق بينكم ابدا، ودايما نور على نور، وادعي له وان شاء الله ربنا يبارك لك فيه باذن الله تعالى. معنا اتصال، معانا محمود فاروق من الغربيه. استاذ محمود سلام عليكم. استاذ محمود سلام عليكم. اهلا وسهلا يا حبيب. ازيك يا حاج رضا؟ الله يسعدك ويا حاج رضا، ربنا يبارك في عمرك. كنت عايز اسال حضرتك بس بعد اذنك، هل يجوز ان احنا من زكاه المال ان احنا نساعد فيها مثلا، نجيب في الفتره اللي احنا فيها دي نصرف منها ونجيب معونات للناس؟ طبعا ده الوقت الوحيد اللي نخرج فيه الزكاه. انا كنت سالت ما خد، ما مش ما تقوليش انا سالت، انت خد مني، انت مش بتسالني. سالت شيخ فكان بيقول لا ما ينفعش الزكاه، سيبك منه ما تسمعش كلامه، اسمعش كلامه، واقف جنب بلدك، واقف جنب الغلابه، روح امسح دموع الجعانين، الحق بسرعه، خبط على بيوت الايتام، خبط على بيوت الارامل، خبط على بيوت الناس المرضى، ما تسمعش كلامه، انزل. اللي يدلك على الخير اسمع، اللي يدلك على انه يمنعك من الخير اوعى تسمع كلامه، لان ده محتاج يتعلم. خدت بال حضرتك؟ انزل دلوقتي امسح دموع الغلابه، امسح دموع الناس المساكين. وفي بعض في اراء فقهيه بتقول ان حتى لو لم يعني ياتي الحول على الزكاه وانا ميسر ممكن ان انا اخرج زكاتي قبل موعدها، جائز، ده احد الاراء. وبعدين احنا في شده دلوقتي، والا الا ما نضطر يعني وقلبه مطمئن بالايمان. يعني مش عارف انا مين اللي جاي يمنع الخير ده للغلابه، يعني ام محمد من الصعيد، اهالينا الافاضل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، عامل ايه؟ ربنا يسعدك ويسعد اهل الصعيد. الله يخليك، الله يبارك فيك، اتفضل فيك العمر وديك الصحه. اللهم امين. انا في حضرتك كنت بشوفك على قناه الاولانيه دي، وبعد كده ما اعرفش، اول مره اشوف القناه بتاعتك النهارده. والله يا ربنا يسعدك ويعزك. يعني انا بطلع انت، هو ده رضا بتاع زمان نفسه، انا لم اتغير ولم اتبدل. ايوه حضرتك، ما انا لما شفتك والله على القناه، ربنا يسعدك، انا بحب الدين الهادي، الايام الحلوه رجعت ثاني. ربنا يسعدك ويعلي قدرك ويبارك لنا في بلدنا ويحمي بلدنا ويبارك في وطننا ويبارك في القائمين علينا ويبارك في المسؤولين عننا ويدلهم على طريق الخير وينور حياتهم، ويا رب ما تكسرهم ولا تحطهم في ضيقه ابدا يا رب. ربنا يسعدك ويعلي قدرك يا ام محمد، ويبارك لك كده ويبارك في اهل اسنا يا رب العالمين، اولياء الله الصالحين. ليه أصدقاء منهم من أولياء الله الصالحين، يعني ربنا يديمهم كده في الصلاح والتقوى يا رب. فحضراتكم من النعم بقى الجميلة، الله، آخر حاجة أنا كنت بقولها، إيه فاكر؟ بدأت أبقى زي الشيخ علي طنطاوة الله يرحمه، اللي كان بيجي في التلفزيون السعودي، كان دايما كده يقوم تايه يقول لي انا كنت بقول ايه دلوقتي. فانا كنت عيل صغير واقعد اضحك اللي هو كان بيقول لي انا كنت بقول، انا دلوقتي انا زي الشيخ علي ناسي دلوقتي اخر جمله انا كنت بقول ايه. فهنرجع مثلا للذكر، هنرجع للذكر. اختنا الفاضله بعد الذكر هي اللي قالت ان انا ادعي لاخوها لانه كان حنين باربع بنات، أتمنى الابن العاق اللي مش راضي يكرم بنت يسمع كلام بنتنا الفاضلة اللي قالت أخويا الله يرحمه كان بيكرم أربع بنات. يا سلام على الحنان، شايفين الحنان؟ شايفين الود؟ شايفين الرحمة؟ وسيدنا النبي أمر بكده في الحديث الصحيح، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فاتكلم النبي هنا عن الود، واتكلم عن العاطفة، واتكلم عن التراحم. هلا هو الدين ده فيه ود؟ ايوه فيه وداد وود وتودد. ايوه استاذه روان اسكندريه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز اسال سؤالين بس. اتفضلي. اول سؤال، هي قيام الليل فيها يعني ايه؟ يعني انا مثلا صليت ركعتين هي فيها شهاده ولا لا؟
بتصلي ركعتين وبتقرأ التشهد وبعد كده تقوم تصلي ركعتين وتقرأ التشهد كده ركعتين والله يعني ربنا يسعدك ربنا يسعدك. تاني سؤال معلش انا تاني سؤال معلش اتفضلي يا بنتي. احنا كل رمضان عندنا لازم يحصل لنا مشكلة، مفيش رمضان بيعدي علينا غير لما بيحصل لنا مشكلة مش عارفين ايه الحل. لا. مرة ابويا يتعب، مرة اخويا يحصل له مشكلة. لا هي بيبقى غسيل. نعم؟ بيبقى غسيل الحاجات التعب اللي بتحصل لنا في حياتنا بتبقى غسيل من ذنوب من تقصير في حق الله تبارك وتعالى، أو لنا مكانة عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عايز يرفعنا فبيبتلينا كده إيه علشان يرفعنا. الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يكون له المكانة عند الله تبارك وتعالى لا يبلغ لا بصلاة ولا بالصيام، فيبتليه الله ليبلغه إياها. ففي بعض الأوقات بتكون الشدائد دي علشان ربنا حطتني في مكان كبير قوي 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 فبيبلغني إياه بإذن الله. ربنا يبارك في عمرك ويشرح صدرك ودايما كده نور على نور بإذن الله تعالى. الأستاذ حمادة ناجي حمادي والناس الطيبين الأفاضل، أهلا وسهلا بأهل الصعيد. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ابني يا مرحبا. يعني ربنا أنا صراحة لما شفت سيادتك على القناة كنت متابع من زمان على ربنا على الناس والحياة. ما هي احنا خلي بالك قلوبنا ما انقطعتش، يعني إذ لم تظهر هذه الأجساد الفانية إن ستظل الأرواح الباقية، ويا حبيب قلبي ما انقطعناش إن شاء الله. يا رب يا رب ما ننقطع إن شاء الله على طول بإذن الله نفضل وموصلين بإذن الله بإذن الله حبيب قلبي. بقول لك يا مولاني اتفضل يا حبيبي. أنا أحيانا بصلي يعني ممكن بفاتح محل القالي، أحيانا بقعد سهرة مثلا الساعة واحدة. نعم. ممكن الساعة واحدة كده ممكن بتوضأ أصلي ركعتين في ركعتين لله مثلا كده. جميل. بس الفجر مش بصراحة مش بقدر أصلي. لا حاول بقى خلي بالك الفجر ده الشيطان مركز فيه قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردان بقى البردين دخل الجنة، والبردين دول هم العشاء والفجر، خدت بال حضرتك؟ فانا عايزك بالذات الفجر قم وصلي وارجع نام تاني، بس الشيطان بيبقى حريص جدا جدا ان هو ما يخليكش تصلي الفجر. وخلي بالك علوم الصلاة كعلوم الصلاة اوقات، الصلاة عدد ركعات، والصلاة اوقات، حتى الصلاة لها ألوان ولها طاقات ذبذبية نورانية. طب إيه حكاية الصلاة الأوقات؟ يعني مثلا أنا عندي وقت الفجر الليل وهو إيه؟ وهو في اللون الأزرق، بزوغ الفجر يبقى ركعتين في اللون الأزرق، وصلاة الظهر قريبة إلى الجرين إلى الأخضر 4 ركعات لها ميقات ايضا، وصلاه العصر بتبدا في اللون الاصفر، وصلاه المغرب بتبقى في اللون الاحمر الشفق الاحمر، وصلاه العشاء بتبقى في السماء المظلمه، خدت بال حضراتكم؟ فالصلاه دي اولا اوقات وانوار وصله بيني وبين العزيز الغفار اناجي فيها ربي تبارك وتعالى. فهو عايز يحرمك من مناجاه ربك. حاول تنتصر بروحك على جسمك، وحاول تنتصر بروحك على الشيطان، وقوم وصلي للرحمن تبارك وتعالى. ادعي لأمك واخواتك، ادعي لرزقك ان ربنا يبارك لك فيه، ادعي لبلدك مصر ان ربنا يحفظها ويحفظ جيشها ومؤسساتها وشرطتها ويحفظ اطبائها العظام اللي واقفين موقف جميل جدا جدا دلوقتي. ادعي للقائمين على شؤوننا ان ربنا يحفظهم وينور لهم عقلهم ويدلهم على طريق الخير. ابن كثير كان بيقول ذلك في كتاب البدايه والنهايه. الله ربنا يحفظك ويرعاك. أنا هبط فعاي يعني أدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يسعدكم ويعلي قدركم ويبارك في عمركم، ودايما كده نور على نور بإذن الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا رب العالمين،
اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء يا ربنا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء والغلاء والغباء يا ربنا. اللهم بارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في بحارنا، وبارك لنا في زرعنا، وبارك لنا في رجالنا، وبارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في أعمالنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب كل مكروب. اللهم فرج كرب كل مكروب، أزل عنه الهم والغم يا رب العالمين. اللهم سدد عنا ديوننا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكن لنا ولا تكن علينا يا ربنا، يا غفور يا رحيم، يا تواب يا كريم. يا الله يا الله يا الله، ارفع عنا الوباء والبلاء يا الله، ارحم أحبابنا، ارحم أمواتنا، ارحم الناس يا الله، ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من المصلين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين. ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين الذين يدبرون لأوطاننا في إيذاء، الذين يدبرون لأوطاننا في إيذاء. احفظ لنا أوطاننا، اللهم احفظ لنا أوطاننا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.